نجدد لكم تحية صباحية مشاهدينا، وهلأ وصلنا لأولى فقراتنا الحوارية الأولى لليوم. نتحدث فيها عن المهرجانات الأدبية والشعرية والفنية التي طبعا أقيمت في محافظة اللاذقية بالفترة الأخيرة، وكان من بينها ملتقى القرداحة الثقافي، حيث يقيم ملتقى القرداحة الثقافي مهرجان خوابي العشق الشهري على مدى يومين في المركز الثقافي في مدينة جبلة، حيث بدأ يومه أمس. طبعا الحديث أكثر عن هذا المهرجان وطبعا عن فعالياته، يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الشاعر أحمد حلاق، وأيضا هو منسق في الملتقى. بنقول لك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم للاستضافة. أهلا وسهلا فيك أستاذ، يسعد صباحك أستاذ أحمد. حضرتك شاعر ومحامي أيضا ومنسق لهذا الملتقى، ملتقى خوابي العشق، وهو ملتقى شهري يقام على بشكل شهري في ثقافي جبلة لمدة يومين بالشهر. خلينا نحكي بداية عن فعاليات ونشاطات هذا الملتقى، كيف تتم هذه الفعاليات وما هي وكيف يتم تنسيقها باعتبارها هي يومين بكل شهر؟ تفضل. أولا أنا أحمد بشار الحلاق، محامي وشاعر، عندي عدة مؤلفات في مجال القانون، إحداها الجريمة المعلوماتية في سوريا وتعاطي المخدرات في القانون السوري، بالإضافة إلى 4 دواوين قيد الطباعة وديوان آخر تحت للتحضير. المهرجان والفعالية هي لملتقى القرداح الثقافي، والمهرجان هو بعنوان خوابي العشق. مهرجانات ملتقى القرداح الثقافي هي مهرجانات دائمة أسبوعية، نصف شهرية، شهرية، على مدار السنة، وتغطي جميع أرجاء الأرض السورية. وهذا المهرجان في المركز الثقافي العربي في جبلة هو حلقة وامتداد لهذه النشاطات الكثيرة لملتقى القرداح الثقافي. تماما استاذ احمد، اكيد نحكي عن فعاليات هذا المهرجان بشكل موسع اكثر، لكن بدايه بدنا نتعرف ليش اخترتوا هذا الاسم، اسم طبعا خوابي العشق. خوابي العشق هو مصطلح مؤلف من معنيين او كلمتين. خوابي هو وعاء الماء الذي يحفظ فيه، وهذا الوعاء هو ممتد في اصاله وعراقه الارض السوريه. الخوابي المعنى المجازي هي الأرض السورية، والعشق حالة عامة تعتري الإنسان، قد يكون العشق لأنثى أو لأمر آخر، ولكن أجمل أشكال العشق هو عشق الوطن، وبالتالي يكون المهرجان هو عشقا سوريا متجذرا في قلوبنا وأرواحنا. وأجمل صور العشق هي عشق الأرض وفداؤها والتضحية في سبيلها، وأجمل العشاق هم الشهداء الذين بذلوا أرواحهم فداء لأرض هذا الوطن. إذا بتحبوا تكريما للشهداء، أنا حابب ألقي قصيدة قصيرة. تفضل. للشهداء. إذا تفضل. أكيد تفضل. هذه القصيدة تصور أنه عندما يأتي الشهيد إلى ديار أهله مكللا بالغار ومتوجا بالشهادة، الشهيد الأم سكلى وأخت جد باكية، والحزن باد على وجه يداريه، وزوجة خسرت يوما سعادتها، وجفنها كاد فرط الحزن يرديه. هو الشهيد كما شاءت إرادته، كأنه قبس من نور باريه، هو الشهيد على الفتوى وفتنتها، في أرضه أي جرح ذا يداويه، أبكى اللئام ولم ترهبه نازلة، فكل ما راده في الحرب يقضيه، حباه ربي إجلالا ومكرمة، فالله يكرمه دوما ويعليه. هي الشهادة والإخلاص ميزتها، ومنبع الطهر قد فاضت لترويه. نعم، جميل هذا الكلام، يعني معبر
تماما عن الحالة أستاذ. يعني إذا بدنا نحكي نحن بشكل عام لكل مهرجان ثقافي أكيد أهداف، سواء من اختيار الاسم، سواء من عدد الأيام، أو حتى باعتبار هذا المهرجان هو شهري، فنحكي عن أهداف هذا المهرجان بانتقاء الأيام، بانتقاء المواد، خلينا نقول بالثقافة الموجودة فيه، وخاصة باعتباره شهري ومتكرر بشكل دائم. أول المهرجان هو متكرر في مدينة جبلة، لأنه مرتقى القرداح الثقافي مقره مدينة جبلة، بس شعراء الملتقى هم شعراء يغطون الأرض السورية، ومتابعي الملتقى هم من الجمهور الممتد على جميع الأرض السورية، بالإضافة إلى بعض المتابعين من خارج سوريا. الهدف من النشاط أو المهرجان دائما هو أن يكون رديفا للجيش العربي السوري الذي يقاتل في ساحات الوغى. نعم. فملتقى القرداحة الثقافي ومهرجاناته تهدف إلى أن تكون إلى جانب الجيش العربي السوري في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها سوريا. يهدف المهرجان والملتقى بشكل عام إلى نشر ثقافة التآخي والحوار والتلاقي الوطني، ونبذ الأفكار الخاطئة الدخيلة على النسيج الثقافي والنسيج الاجتماعي والوطني السوري. نهدف من خلال هذه المهرجانات الشعرية إلى تدعيم ركائز البناء الثقافي السوري، ونحن كملتقى ثقافي إيمانا من مقولة القائد خالد حافظ الأسد: الثقافة هي الحاجة العليا للبشرية. صحيح. وعلى اعتبار أنها حاجة فهي كالغذاء والدواء، غذاء للأرواح ودواء للأفكار الدخيلة على المجتمع السوري. نسعى من خلال هذه المهرجانات إلى التلاقي بين الشعراء والمتابعين، وإلى نشر الثقافة الهادفة والبناءة على مستوى الأرض السورية. نعم أستاذ أحمد، يعني ذكرت أكيد هي هي رسالة المهرجان مثل ما عم تذكر حضرتك، نشر الثقافة وأيضا هيدا طبعا التلاقي بين الشعراء. بالنسبة للجمهور خلينا نتحدث أكثر، هل هناك تفاعل؟ هل هناك قاعدة جمهورية للمهرجانات الشعرية تحديدا؟ خلينا نحكي هلأ، بنعرف كتير ممكن الشعر نوعا ما بفترات محددة غفلة أو نام يعني بفترة من الفترات، هل عاد التألق إلى المهرجانات الشعرية اليوم؟ تعقيبا على كلامك، الشعر هو نبض ومرآة للمجتمع وللحياة. الشعر ناره لا تخبو أبدا، دائما كان في لقاءات شعرية، بس أحيانا الإعلام بيكون منشغل بأمور أهم. خلينا نحكي كجمهور أستاذ الجمهور أحمد، هل في جمهور؟ الجمهور المتابع للمهرجانات الشعرية هو جمهور مهتم بالشعر بشكل خاص، والجمهور باعتبار ملتقى القرداح السوري يضم نخبة من الشعراء على مستوى الجمهورية العربية السورية، شعرهم هادف ونبيل، وعندنا قاعدة عريضة من المتابعين في كل المهرجانات. حلو. مهرجان جبلة كان حضور لا بأس فيه، مهرجان الحضور مرتبط بالأمكنة، مهرجان مثلا حضرنا بالنبك بدير عطية الحضور بيكون أكبر بكتير. المراكز الثقافية بتلعب دور طبعا. المواطن عنده نوع من الخجل، أحيانا المركز الثقافي بيكسر حاجز الخجل، بيعطي تشجيع بالدعوة، بالتواصل مع الفعاليات، بالتواصل مثلا مع الموظفين، مع المواطنين. صحيح. مع الجوار، المركز الثقافي له دور بارز بالدعوة والحضور. تمام. ونحن بالإضافة إلى المتابعين لنا وإلى محبي الشعر. نعم، يعني بشكل عام يوجد جمهور اليوم للثقافة الشعري والملتقيات الشعرية والمهرجانات بشكل عام. هناك رسالة خاصة عم توصلوها أكيد من خلال المهرجانات والملتقيات الثقافية، وخاصة ذكرت أنه هذا المهرجان بشكل خاص خوابي الشعر هو رديف للجيش العربي السوري، وأيضا سمعنا هلأ بكلماتك الطيبة هي لأرواح الشهداء. خلينا نحكي عن الرسالة الهادفة، رسائل مختلفة باعتبار بشكل متكرر
والمشاركين أيضا بشكل عام من الشعراء والقاعدة الجماهيرية اللي عم تحضر. رح احكي أنا على المهرجان والملتقى بشكل عام. أول شيء الملتقى القرداح الثقافي تأسس عام 2014، الهدف منه كان رديف للجيش العربي السوري، سلاحه الكلمة الهادفة والنبيلة، وسيلته الشعر، رسالته هو نشر ثقافة الحوار والتآخي والتلاقي ونبذ الأفكار الخاطئة على الدخول الأفكار الخاطئة الدخيلة على النسيج السوري. وهو ملتقى ثقافي فكري أدبي أخلاقي إعلامي. المهرجانات دائما بيكون تحضير لها على عدة مستويات. الدعوة إلى المهرجان هو التواصل مع المراكز الثقافية وحجز المواعيد، بالإضافة إلى الدعوة إلى المهرجان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وصفحاتنا الشخصية، بالإضافة إلى صفحة الملتقى. الأمر الأهم هو انتقاء الشعراء. نحن دائما بنحرص أنه يكون الشعراء المشاركين بيغطوا مساحة الأرض السورية كلها. ثاني شيء أنه يكون الشاعر ملتزم بالكلمة البناءة والهادفة، وعندنا ضوابط دقيقة وصارمة. دائما لازم تكون القصائد، إذا كان في مناسبات وطنية تكون القصائد من وحي المناسبات، إذا ما في مناسبات وطنية إنه لازم تكون القصائد هادفة ذات أهداف نبيلة. وملتقى القرداح الثقافي عدد أعضائه شعراء ومتابعين أكثر من 10,000 بين شعراء وبين متابعين، ومتوزعين على كامل سوريا. دائما في لنا جمهور ودائما معنا مشاركين شعراء من كافة مناطق سوريا. نعم، ذكرت أستاذ أحمد بداية حديثك أنه عندك دواوين قيد التحضير وأيضا ديوان قيد الطباعة، يعني هو راح يكون جاهز قريبا. خبرنا عن نوعية الكتابة، الشعر اللي بتكتبها حضرتك، هل هي المحكي، المقفى، الشعر الملتزم؟ عن طبعا قصائدك، وأكيد راح نسمع شيء كمان. كشاعر أنا أحب الأسلوب الشعري النثري، ولكن أكتب الشعر العمودي التقليدي بالإضافة إلى الشعر النثري الحر. وعندي ديوانين انطبعوا وخلصوا، الديوان الأول بعنوان عندما يؤمن البنفسج، والديوان الثاني بعنوان سيدة الأقمار. ولدي ديوانين قيد الطباعة، الديوان الأول بعنوان بوخ البنفسج وتراتيل العطر، ولدي ديوان خامس قيد التحضير بعنوان محطات مسافرة. حلو. أنا دائما وقت بيكون في مناسبة وطنية أو مناسبة دينية جامعة، دائما بيقول إن نحن حضور كملتقى، سواء بالمناسبات الوطنية أو المناسبات الثقافية اللي بتكون متغطي مساحة سوريا. وعندي قصائد شعرية. نعم. عن كافة المناسبات وكافة المواضيع. الشعر هو نبض طبعا، ومرآة إحساس، يعني مرآة للفصول. صحيح، دائما الشاعر بيكتب بكل من الواقع، من أرض بكل الواقع، المواضيع. صحيح، بكل شيء. أنه الشاعر ممكن يكون مصدر إلهامه أي شيء. شو راح تسمعنا أستاذ أحمد؟ أنا بحب سمعكم أنه في بيني وبين جبلة علاقة حميمة كتير، بحب المدينة، بحب بحرها. مرة كنت ماشي المساء كان عم ينزل المطر، أنا من محبي الشتاء والخريف والربيع، بس بحب الشتاء كتير. أغلب الشعراء بيحبوا الشتاء والخريف. كتبت قصيدة من وحي الجو والعاصف، موج عالي، مطر، ناس عم تمشي. سمعكم إياها. تفضل. عنوان القصيدة جبلة والمطر. شاطئ هائج وليل بهيم، والغمام الثقيل خير عميم، ونساء بدربها خائفات، يوقظ ذا الشعور فيها هزيم، وحسير أمسيت من برقها، أمشي الهوينا وفي الجمال أهيم، تأسر القلب ومضة من سناها، ويتوه من الحسن صب سقيم، قطرات الشوق العذارى تغني، وعلى وجنة احتفالا تقيم. قطرات المطر.
ما أحيل الشتاء نارا وعشقا، يسكن القلب من لظاها نعيم. جبلة أنت للحبيب ملاذ، وأنا في شر الغرام يتيم. حلو، يعني كلام أكيد الشعر فيه بهي الكلمات الرائعة. المطر تستوحى من المطر، تستوحى من الشعر النصري. إذا بتحبوا بعض شوي بسمعكم شعر. أكيد رح نسمع منك يعني. لكن أستاذ بدنا نحكي شوي، نرجع على الملتقى خوابي العشق. يعني في عم بيتم في فعاليات خاصة بهذا الملتقى، نحكي عنها بالتحديد. شو هي الفعاليات؟ شو هي المسابقات اللي ممكن أنتم تكونوا من خلالها كشعراء متواجدين؟ وهي هل هذه المسابقات فعلا عم تستمر بعد انتهاء اليومين الموجودين بالشهر او النصف الشهري، ام فقط بموعد محدد للملتقى؟ هلا مهرجانات الملتقى هي مهرجانات دائمه، انه دائما كل اسبوع او كل نصف شهر او كل شهر دائما عندنا مهرجانات. في العام الواحد اكثر من 40 مهرجان، نحن خليه نشطه على الارض على وسائل التواصل الاجتماعي. دائما في عنا مهرجانات في كل المناسبات وبغير مناسبات، دائما في عنا مهرجانات. أحيانا بترافق المهرجان فعاليات ثقافية منوعة متنوعة، منها المسرح، عروض مسرحية، منها إقامة معارض فنية بكافة أنواع الفنون، منها النحت، منها الرسم، بالإضافة إلى الفنون التشكيلية الأخرى. الملتقى بيضم شريحة متنوعة ثقافية، مو بس الشعراء. لذلك نشاطاتنا نحن بتكون النشاطات المرافقة للشعر نشاطات متنوعة ومتعددة. بس مهرجان خوابي العشق هي السنة كان مهرجان خاص بالشعر العمودي، وكان في عنا مسابقة هي مسابقة بدوي الجبل للشعر العمودي. هذه المسابقة تتكرر في العام مرة أو مرتين، لأنه تمويل النتائج بتكون بجهد شخصي، والجائزة بتكون للفائزين بالشعر العمودي طبعا. وهي السنة كان لنا 3 فائزين بهيدي الجائزة. تمام أستاذ أحمد، بداية يعني خلينا نعرف منك كيف عم تجمع بين المحاماة والشعر؟ عم بيساعدك هذا الموضوع يعني من الواقع لعالم الخيال للشعر والكتابة الشعرية؟ هلا حياة الإنسان العملية ما بتنفصل عن حياة الإنسان الروحية. المحاماة بشكل أساسي بهدف أنا من خلال ممارسة مهنة المحاماة إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها وإنصاف المظلوم. والشعر هو هوايتي أو هو مرآتي وروحي. الشعر دائما بيعبر عن حقيقة الإنسان. بيساعدوك الطرفين، بيساعدك الشعر تناغم شغلك وشغلك، في تناغم وتوافق بين العمل بالمحاماة والعمل والكتابة والشعر. هن مثل الجناحين للطائر، بالنسبة لي ما في غنى عنهم. متقن لعملي القانوني وهدفه الأساسي هو إحقاق الحق والعدالة. والشعر لابد عنه، لأنه الشعر هو بوح. صحيح، هو بوح، هو نقل للواقع وتجلي. يعني دائما الشاعر لحياة الإنسان، من مرآة لروحه، الواقع، لظروفه، لمعاناته، لما يمر به. صحيح. يعني هلا نحن من خلال كلماتك ومن خلال وصفك فعلا للشعر، اكيد في ربط بين الواقع وبين الحاله يعني اللي بيكون فيها اي شاعر عايشه بيقدمها بطريقه القلم والكتابه. خلينا نسمع نسر من حضرتك. قلت لسه بتكتب نسر غير الشعر العمودي وانواع كثيره يعني من الواقع. انا من محبي النسر وبالكتابات النسريه الشعريه. طبعا النسر له ضوابط وقيود مثل الشعر العمودي، لانه شعر بلا ضوابط انه مصفي مستواه متدني. صحيح. انا بحب دائما الشعر يكون مرآة، يعكس تمام. يعكس الفصول، يعكس الظروف، يعكس هو اجمل شيء بالشعر هو انه عم يعكس الظروف ومرآة للواقع. نسمع منك استاذ قبل ما يخلص الوقت. تفضل. قصيدة من وحي ايلول، من وحي الخريف. من هو من الفصول المحببة لي، لأنه هو بداية الولادة. صحيح. أنه البذرة بتزرعيها بينزل المطر بعد الشتاء، بعدين بالربيع بتطلع البذرة. بحب أنا الخريف كتير، رح سمعكم قصيدة. تفضل. من وحي الخريف. جبرني الخريف، جبرني الخريف أن أبعثر بالحب أوراقي، وفوق أرصفة النسيان أرميها، حيث لا تراني مع عشق ولا حكاية للغرام أرويها.
جبرني الخريف وأن أكبر ألف ألف عام، وهامتي لشقاء العمر أحنيها، أن ألملم أحلام طفولتي وأشرعتي لسفر اللقاء أطويها. أتجرع بذكراك كؤوس وحدتي وعهود صبابتي أبكيها. جبرني الخريف أن أرحل عنك بروح وحده الله يعلم ما فيها. حلو أستاذ أحمد، رائع جدا اللي عم نسمعه منك اليوم. بعد خوابي العشق شو القادم؟ القادم مهرجانات كثيرة، ولكن القادم القريب هو مهرجان عندما يزهر الخريف بالحب والنصر. حلو. في لؤلؤة القلمون مدينة دير عطية مناسبة افتتاح قصر الثقافة الجديد. نعم. هو موعد المهرجان يوم السبت القادم 28 أيلول. نعم. بعد المهرجان عندنا كثافة، دائما في عندنا بكل محافظة بكل شهر بيكون في مهرجان أو مهرجانين، باستثناء محافظة اللاذقية إلى خصوصية خاصة. نعم. أنه دائما مهرجاناتنا سواء باللاذقية أو أم بجبلة دائما موجود في مهرجانات. نعم أكيد. بنتمنى لكم التوفيق الأستاذ المحامي وأيضا الشاعر ومنسق في ملتقى الثقافي طبعا لعشق الخوابي، هيدا المهرجان، لا خوابي العشق طبعا، هيدا المهرجان اللي فعلا هو متميز. من لكم يعطيكم ألف عافية وبالتوفيق لكم بفعالياتكم القادمة. شكرا لكم. بس بحب نوه لشغلة إذا بتسمحوا لي بداية. أول شيء ملتقى القرداح الثقافي يقوم بجهود فردية، مدير الملتقى الأستاذ عمار إبراهيم مرهج أنه يقوم بدور مكوكي ودور مزيل. نعم. في خدمة الثقافة والأدب بالإضافة إلى شعراء الملتقى. نتمنى أنه لو الملتقى أنه يأخذ حقوقه الإعلامية باعتبار نحن معتبرين حالنا رديف للجيش العربي السوري، ومعتبرين أنه سلاحنا هو الكلمة الهادفة. صحيح. ورسالتنا أنه هي نشر ثقافة التآخي والحوار، وخاصة بهالظروف الصعبة. نعم. بدنا نقول لك يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله بتضلوا بألف خير، وبالتوفيق لكم ولكل الفريق الموجود معك. يعني دائما الثقافة وحضور الكلمة هو أهم شيء اليوم، وأكيد رديف لنا ورديف للجيش العربي السوري، كلنا إيد وحدة رح نبني الوطن. أهلا وسهلا فيك، شكرا لحضورك. شكرا لك.